سلط زميل آدم حسن المكاوي الضوء على فريق سولاي لكرة اليد، هذا الفريق الذي تميز خلال عام واحد بتحقيق كأس ولقب البطولة. تطوير رياضة كرة اليد والأخذ بأيدي الفتيات إلى الرقي بالمستوى الرياضي، هذا هو الهدف الذي دفع هؤلاء الشباب إلى إنشاء أكاديمية سولاي لكرة اليد للفتيات، حيث مر عاما كاملا منذ أن فتحت الأكاديمية أبوابها. عام كامل توج بالمشاركة في بطولة أنجمال للناشئين والتربع على رأس عرشها بالفوز بلقب الكأس والبطولة، وهذا شيء ليس بمستحيل في عالم الرياضة. اللاعبات بالأكاديمية يؤكدن بأن الفضل في هذا النجاح يعود إلى الطاقم الفني والإدارة على دعمها وتشجيعها الدائم. إدارة الأكاديمية هي الأخرى أكدت عزمها للمضي قدما في تطوير هذه الرياضة بامتلاكها إرادة وعزم اللاعبات اللائي يملكن المواهب والقدرات. شجين وشكرا للمدربين وشكرا لاستاف تكنيك حقنا اللي وقفوا معانا جوسكا الشامبيون أكاديمي هنانا كمل ونجينا شلنا كوب والشامبيون. الناس المشجين في الحنبل خليه يجوا يساعدونا ويقفوا معانا بفكرا ومهديا. مدرب أكاديمية سولي لكرة اليد بروسبيد أعرب عن رضاه التام على مستوى الفريق، مشيرا إلى أن الاحترام المتبادل وقوة الاتحاد هي السبيل إلى الاستمرار في النجاحات الرياضية، وهي صفة يملكها الفريق. نبقى في الصفحة الرياضية بحضور رئيس الفيدرالية التشادية للكاراتيه. انطلقت بحي وليا الموسم الرياضي لرياضة الكاراتيه لعام 2017-2018 وسط حضور كبير من عشاق الكاراتيه. تقرير عباس أبكر مصطفى. الموسم الرياضي 2017-2018 يشهد تظاهرا من قبل الفيدرالية التشادية لكاراتيه والانطلاقة الرسمية لمزاولة أنشطة الفيدرالية، وكذا تعويد ممارسي هذه الرياضة لمعرفة كيفية التغلب على الآخر والفوز بالميداليات. هذا ما أشار إليه رئيس الفيدرالية التشادية لكاراتيه. من يلد اليوم ده كلام غندر سيم كلام كاراتيه يلد من نبضهم بيل بدقاق أنا مكبيب بكبرات كان في مين دقاق ده بعدين ده يبقى يجبرنا ميداي. Donc ça quand alum baden da kanan kamar prime da nantum kadu ana école min sac wala livre do da kan antenam da bu shufu mishil medai ke wa kan biko kubar kamar khalas baden da yabga mishil medai nam ke munawaratun qitaliyya mutanawi'a qama biha al atfal alladhina yatarawahu a'marahum ma bain al sabi'i hatta al rabi'i ashara wa qad abrazu min khilaliha ma'rifatuhum li hadhihi al riyada. كما عبر بعض أولياء أمور الأطفال عن سعادتهم وفرحتهم بفوز أبنائهم في هذه المناورات القتالية. هذه الأطفال الصغار يعني يتنافسون في هذا الديسبلين، فأنا سعيد بهذا وأشجع الذين قاموا بهذا العمل، وأتمنى أن يكون هذا العمل يرى هذا العمل يعني تطور. ونذكر بأن ممارسة الأطفال لهذه الرياضة منذ الصغر سيكون أكثر فعالا في إلمامهم ومعرفتهم لفنون الدفاع عن النفس، ومن هذا المبدأ سيكون أملا بأن يصبحوا علما في رفع العلم التشادي في المحافل الإقليمية والدولية لرياضة الكاراتيه. إذن بهذا التقرير حول رياضة الكاراتيه نصل وإياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية العربية التي قدمناها لكم من الفضائية التشادية من أنجمينا. نشكركم على طول الانتباه والمتابعة. حتى نلقاكم دمتم في أمان الله. السلام عليكم.